مو جيفتها واصلة لنا لنا واصلة جيفة يقبلها بهذا العنوان يشتغل، ما يقبلها بهذا العنوان أزيل رأسه صفر. أبو باقر أيضا من مدينة الصدر بعت لي بفيديو، عندهم مناشدات، انطوني الفيديو وانطوني الاتصال مع أبو باقر. أهالي منطقة مدينة الصدر القطاع 53 نعاني من قطاع الكهرباء أكثر من 40 يوم، وهاي الناس موجودة وتشهد. راجعنا دوائر الدولة ما لبونا احتياجاتنا، احنا أمام الرأي العام للشغلة التصير، أمام الرأي العام إذا قصور بالمواطن تحاسب المواطن، وإذا القصور بالدولة فهي مسؤولة على هذا العمل. احنا من هذا المكان خاصة الناشد وزير الكهرباء والجهات المعنية المسؤولة عن الكهرباء، وبالنسبة للعموم الناشد رئيس الوزراء، وهاي شغلتنا احنا ريت أمام الرأي العام. اعطوني أبو باقر، أبو باقر أهلو. السلام عليكم. حياك الله باقر، ليش ما عندكم كهرباء؟ الله محييك أستاذ نجم، مساء الخير عليك. أهلا وسهلا. نشكرك أولا على اتصالك، ونشكرك على اهتمامك بهاي الشريحة بهذا المجتمع. حياك الله. الله محييك أستاذ نجم. أولا نشكر دولة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، نشكر معالي وزير الكهرباء على جولاته الميدانية، احنا نتابع طبعا من خلال انقطاع الكهرباء، عندنا تابعنا وزير الكهرباء ونشاطه وتحركاته كلها ان شاء الله، ومشكور خدمة هاي الناس. استاذ بس احنا عندنا مشكلة بانقطاع الكهرباء، هو العطل خلل فني من دائرة الكهرباء. اي وتحمل المواطن، وتحمل المواطن. شنو الخلل الفني؟ الخلل الفني يجب ان يكون كل بلوك عليه قابل واحد. هم ضوابطهم، هم شغالين بلوك 19 وبلوك 20 على قابل واحد، هذا راح يصير حمل، فما تتحمل الكهرباء ويخرب القاطع، واحنا اشترينا قاطع مره ومرتين وثلاثه والدائره عدها علم زين. هاي بس بقطاع 19 و20 القطاعين المدموجه بقابل واحد لو كل مدينه الصدر هيك؟ لا هذا بس بهذا القطاع، قطاع 53 بلوك 19 وبلوك 20 استاذ. بقية القطاعات كل قطاع بكل بلوك بيقابلوا واحد، بس انتم. تمام 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 تمام، هو هذا الخلل هنا. زين ايش قال لكم جماعة الكهرباء؟ والله هم قالوا يقترح ان تضيف محولة صندوقية، رجعناهم وعطونا الكتب وجار العمل بهن ونمشي بهن، احنا الكتب لا يزال نمشي بهن. ايش قد صار لكم تمشون بالكتب يا ابو باقر؟ والله اول كتاب يعني يمكن قبل اربعينية الامام الحسين عليه السلام. يعني صار لكم شهرين ثلاثه؟ اي تقريبا ثلاث اشهر الا. اي استاذ واحنا ثلاث اشهر الا انهم يقترحون يضيفوا لكم محوله. يضيفون لنا محوله. اي وبعد وحصلت الموافقات، حصلت الموافقات بس للاسف يعني اكو بعض المدراء، يعني احنا ما نريد نذكر اسمائهم، اسمائهم معروفه هم. لازم تشكل لجنه بحقهم، والمقصر واللي مهتم بالمواطن حسب راي محمد الشاع السوداني يقول هاي الحكومه حكومه خدميه. اي عمي الله يعين محمد الشاع السوداني، والله الغيره شرد من الليل. هسه يا سادة يا كهرباء يا وزارة الكهرباء سووا مثل عرس الحبابة مال أول البارحة وطوهم كهرباء، لو هذا عرس الحبابة مقطوعة بالكهرباء مو قابل النصب، مو محولة النصب، كم ذولا مدينة الصدر بكل وقت ضحايا. معقولة صار أربعة أشهر على مود تفرزوا سووا مثل عرس الحبابة راحت الولد كلها بيه؟ هاي يا باقر لا تحكي استاذ، انا راح ادز لك الكتب وادز لك تواريخها. اخوي يسمع المعالي المدراء والمسؤولين، يسمع المعالي، ليش ما يدري المعالي؟ غير يقولون بكل وزاره اكو مكتب متابعه. يا بذول المساكين اللي بالصيف كاتلهم الحر وبالشتاء غرقانين مدينه الصدر، كهرباء صار اربعة اشهر لجان تحقيقيه، هو تلو عندكم لجان تحقيقيه انهدرت عندكم 90 مليار بس المقروض بمدينه الصدر يسوون عليه لجان تحقيقيه. مو جيفتها واصلة لنا واصلة جيفة.
الله يبارك فيك استاذ. وعندنا ملاحظه، المعالي وجه الكهرباء. اي قل للمعالي، شو عندك بالمعالي؟ ايه اهل الشكاوي، اهل الشكاوي هم مؤتمنين ان يوصلون صوتنا المعالي وزير الكهرباء، تمام ولا مو تمام؟ لا، على معالي وزير الكهرباء لما يسمع الشكوى بكونه موظف حكومي يركب سيارته ويروح للمدينه، لما شكوى المواطن تتاخر 4 اشهر، المعالي ما يقعد المعالي ما يقعد بالمكتب. اسمعني ابو باقر، المعالي موظف خدمه عامه، حاله ابو الدرج، لما 4 اشهر ماكو كهرباء يركب سيارته ويروح. كل احنا هو واحنا غصبا علينا نأدي واجب. شنو المعالي؟ المعالي مسؤول خدمه عامه، ورا ما يروح المعالي يركب سيارته يدز على ابو كهرباء الرصافه، يدز على ابو كهرباء مدينه الصدر، ليش ما سويتوا لهم؟ هذا شغل المعالي. والله يا اخوان احنا بنصرخ نقول المعالي ونقول دوله الرئيس ونقول كذا، انا بطبيعتي كل عنوان بالدولة مهما يكن، رئيس جمهورية، رئيس وزراء، رئيس مجلس نواب، وزير، نائب، موظف خادم عد الشعب، يقبلها بهذا العنوان يشتغل، ما يقبلها بهذا العنوان أزيل رأسه صفر. لأن لما مواطن يطلع يقول 40 يوم ما عد كهرباء، الوزير ما يظل قاعد بالمكتب.